عطش للهداية. قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن بالمعروف، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فإن شهدوا فأمسكوهن عليكم، أعيدها إن شاء الله. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن بالمعروف واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن بالمعروف في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. بارك الله فيك. اقرأ من قول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت، بارك الله فيك. اقرأ من قول الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شاء الله، بارك الله فيك. بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا. إلى الرحمن يممنا المطايا، كتاب الله منهل كل ضام. بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا. إلى الرحمن يممنا المطايا، كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. ህክምና ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገር መንከራተት ታሪክ ሆነ። አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል የካበተ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን። የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን በጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች፣ የጨጓራ አንጀትና ጉበት፣ የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ፣ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና፣ የአጥንት የኩላሊት ጥበት ዳያሊሲስ፣ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ፣ የህፃናት ህክምና፣ የጽኑ ህሙማን አይሲዩ ህክምና፣ ያለ እድሜያቸው ለተወለዱ የጨቅላ ህፃናት ኤንአይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር፣ የድንገተኛ የነርቭ የካንሰር ህክምና፣ እንደዚሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስና አይን ህክምና የዕለት ተዕለት ስራችን ነው። የተቀላጠፈ አገልግሎት፣ እንክብካቤ፣ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው። ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው የላቦራቶሪ የሲቲ ስካን፣ የፎርዲ አልትራሳውንድ፣ የዲጂታል ኤክስሬይ፣ የኢኮካርዲዮግራፊ የልብ ምርመራ አምቡላቶሪ ኢሲጂን ጨምሮ አገልግሎት እንሰጣለን። ለድርጅቶች የዱቤ ህክምና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው። ይምጡ፣ በአገልግሎታችን ይረካሉ፣ ጤናን እናስቀድማለን። አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ፣ ስልክ
0947 10 10 10 ወይም 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ልብሶችን መግዛት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ወደ አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት ብቅ ይበሉ። አልሞሃ ላይ መተው ምን አተው? የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ጀለቢያዎች፣ ካፖርቶች፣ አብያና ጅልባቦች እንዲሁም ለሰርግና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚማርኩ ልብሶችን በትዕዛዝ እንሰራለን። በብዛት ወስዳችሁ ማከፋፈል ለምትፈልጉ ታላቅና ሽናደርጋል። አድራሻችን ጀሞ 2 ሰይድ ያሲን ህንጻ ከንግድ ባንክ አጠገብ አንደኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 0988576782 ላይ ይደውሉ። አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት። ዱም ያ ሐቢቢ ፈዓለት ዱንያ ሰላም الوحيدين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يمن المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد